عجبك نانديني؟ الناس المحترمين هدول بيخربوا بيوت الناس وبيحكوا عليها طالع نازل. نانديني عجبك شكلي وأنا واقف عم اترجاكي يعني؟ بتكوني انبسطتي كتير وأنا بهي الحالة. راجديب نانديني رح تضل عنا بهذا البيت، ما عاد بدي اياك، ما بدي العذاب تبعك. اعمل شو ما بدك وما رح اتخلى عنا. بترجاكم لبقى تتدخلوا، ليش ما عم تحكي مع بنتك وتفهميها؟ الكبار بيفهموا بالاصول، علميها كيف تتصرف، هدول الجوز ما عم يفهموا انه هي مرتي وانا الي حق عليها. لك هي شرفي وعرضي. على اي اساس بدهم يخلوها عندهم بالبيت؟ يا جماعه، قولوا لهم يخلوني اخذ مرتي على بيتي. إذا أنتوا تحملتوها، نانديني ما رح تتحمل. لك، أنتوا بيرضيكم هالشي؟ اللي أنت بيرضيك هالشي؟ خلصنا، وقف هالمسخرة. نانديني ما بتجي بالقوة. إذا ما راحت برضاها أنا ما رح أسمح لها. إذا كان بدك إياها تروح برضاها، خليني أسمع منها هلأ. ماشي، اسألها ولآخر مرة. نانديني، حبيبتي، لك اللي بيناتنا مشكلة صغيرة كتير، وقبل ما صار معنا مشاكل كمان ما حليناها. نانديني نسيتي شو وعدتيني؟ انه نعيش مع بعض كل العمر وعلى الحلوة والمرة، وانه منحل مشاكلنا سوا. نانديني يلا حبيبتي خلينا نروح. الأحسن إنك تروح من هون راجدي. ما بدي إياك. سمعتها؟ يلا نلع من هون. طيب أنا راجع عالبيت، بس بعمري ما رح أنسى الشي اللي عملتيه معي وما رح سامحكن أبدا. وقح، شايف حالك كتير، أنا رح خليك تشوف حالك منيح إذا سمحتوا. إيدك بعد هيك عني. مرتي الغالية، هل أنيني إلي؟ مولي شو اللي صار؟ ومين هالأجداب؟ شو بيقربك؟ حبيبة قلبي الوقت تأخر هلأ، والكل متوتر وتعبان، بحكي لك بعدين. يا جماعة لا تواخذونا، نحن منعتذر. ما في داعي تعتذري يا قلبي، انتي منضل جيران ومالنا غير بعض مزبوط؟ سويتي خلي الجماعة يرتاحوا. كونال إذا لزمك أي مساعدة حاكيني. كونال شو القصة حبيبي؟ هذا هو راجديب ماما، زوجها لنانديني، واحد قليل ذوقه ما بيفهم ووسخ. شفتوا؟ ما في حدا قدر يوقفه عند حده. لو صاروا راحت معه شو كان عمل فيها؟ ربي بيعلم شو كان رح يعمل فيها للبنت المسكينة. بس اليوم عمل فضيحة قدامنا وقدام الجيران، صرنا فرجة لكل العالم بالحارة.
يا ستي بس نحنا هو... صار لنا عمر ساكنين بهي البناية ومرق علينا قصص كتير، بس بحياتي كلها ما مرق علي مثل هاد اليوم. بعمرنا نحنا ما تدخلنا بحدا أبدا، وما قلنا دخل بمشاكل الناس، وما بنسمح لمخلوق يتدخل بحياتنا. هاي أول مرة نتبهدل هيك ستي، مو ولا آخر مرة. تيتا، ما بدي اسمع منكن ولا كلمة تاني، لأنه أنتوا على ما يبدو نسيانين الأدب. إذا ما سمعتوا كلمتي ما عاد اسمع كلمة حدا منكن، ومن اليوم وطالع. أمي اشرحي لها القصة. حبيبي ستك بتعرف تماماً شو عم يصير بالبيت. هذا الوضع مانو مقبول. كيف بدنا نشرح للعالم إنه راجديب هو الغلطان وهي على حق؟ مولي كلام صح، كل الحق علي، وأنا عن جد غلطانة كتير ولازم روح منهم. استني، لوين رايحة؟ على أي مكان، على أي مكان ما بيلاقيني فيه راجدي. نانديني، نحن مستحيل نتركك. أنا بعرف إنه بدك يعني ضل، بس أنا بعرف أكتر منك إنه راجدي ما رح يتركنا بحالنا أبداً، ورح يعمل مشاكل لعائلتك، وأنا ما بدي سبب لكم مشاكل ووجع راس. الأحسن أني روح من هون مولي. نانديني، أنتي وين بدك تروحي؟ ليكي، حطي إيدك على راسي، حلفي أنك ما تروحي. بدك أحلف لك؟ وحياة راسك مولي، ما رح خلي ولا مشكلة تصير، لا لعائلتك ولا لأي حدا تاني. ليش هيك حلفتي؟ نانديني. ليش نانديني؟ مولي رح بتضلها معك. لا تفكري إنه نحن شفقانين عليكي أبداً. نحن حابين تضلي معنا مشان ترتاحي من المشاكل وتقدري تشوفي حياتك. صح في مشاكل، بس رح نحلهم مع بعضنا. نانديني، بعتقد انك بتكوني تعبانة كتير، صار لك شي يومين مضغوطة ومتوترة كتير، روحي وارتاحي هلأ، هاي أوامر الدكتور. سمعاني؟ أوامر دكتور. يلا روحي، يلا روحي نامي. ناندو، بتعرفي شو تذكرت هلأ؟ لما كنا بالصف الرابع وأهلك راحوا وتركوكي عندي بالبيت كم يوم، تتذكري شو خططنا بوقتها؟ كتبنا ورقة خططنا فيها للمستقبل، وتخيلنا كتير شغلات، وأكلنا نودلز بالليل، وشربنا قهوة بالسر، وآخر شي إجوا شافونا نايمين وعم نشخر بالمطبخ. لما كنا صغار كنا ننام بسرعة بدون ما نحس، وهلا بضل عم ببكي لحتى اقدرنا. بتمنى اني ارجع طفلة صغيرة. ناندو، طفولتنا حلوة قضيناها عم نحلم، بس هلا صار وضعنا احسن بكتير، لانه هلا صار فينا نحقق احلامنا كلها ونعيشها ونحن مع بعض. سهل عليكي تقولي هالحكي،
انتي كان حلمك تصيري دكتورة وصرتي دكتورة وأنا فرحانة لك من قلبي، بس أنا ما عندي غير حلم واحد، أن يكون زوجة منيحة وأم منيحة كمان، وهذا الشيء مستحيل مع راجدي، ما ممكن يصير. بترجاكي حاجبك قوي حالك، الحياة بتعطيكي فرص تانية. ناندو أنا بحلف لك وبوعدك أني رح ساعدك بكل شي بقدر عليه، بدي شوفك سعيدة مثل سعادتي وأكتر، بس لوقتها لازم تكوني قوية حتى تحلمي من جديد، ساعتها صدقيني أنه رح يتغير قدرك، رح تصير حياتك مثل ما بدك وأحسن. صباح الخير. فيقوا يلا. مولي اجا كونال امي. صباح الخير حبيبتي. صباح الخير نانديني. صباح النور. صباح النور. ليش ما فيقتني كونال؟ كنت انا عملت الشاي. انا متعوده فيه لاقي كونال عامل لي الشاي تبعي، وغير هيك ما ببلش صباحي. وانا صباحي ما بيحلى الا بشوفه عيونك. مرتي الغاليه وين الشاي تبعي؟ تفضل الشاي. عمى حرقتي لي لساني يا غبية، حدا بيجيب هيك شاي سخن مثل النار؟ أنا آسفة كتير، فكرتك بتحب شو الشاي. فكرتي؟ بس البني آدمين هن اللي بيفكروا بعقلهم، أنت ما فيك عقل لحتى تفهمي وتفكري بأي شيء. حاضر. شبيك زعلتي مني؟ أنا آسف كتير، سامحيني سامحيني. طيب رح أشربها. ها شوفي. شو صار لك؟ ولا شي، بس تذكرت شغلي. اطلعوا هنيك الشمس حلوة كتير اليوم، يوم جديد وأمل جديد. طيب نانديني شو رأيك إنه تبلشي يومك المميز هاد بهالوردة؟ هاي لإلي؟ ايه اكيد إلي. واو شو محظوظة، خديها. وين وردتي؟ وردتك؟ لا تجذب إلي شو جبتلي. لكن نسيت وما ضل عندي وقت لحتى اجيب لك اي شيء. عن جد؟ يلا افتح ايديك او ورجيني شو مخبي ورا قبة قميصك. يلا. يا الله دايما بتكشفيني. تفضلي. واو يا ريت كل يوم تجيني وردة حمراء. شكراً حبيبي. تكرمي حبيبتي. طيب انتو صحصحوا منيح هلا لبين ما حضر لكم أحلى فطور. ماشي؟ لحظة استنى. شو؟ انتبه منيح ما تحرق لنا الخبز والبيض. حضر لنا معك عصير برتقان وقهوة مع الفطور. طمني بالك أنا بالمطبخ لعيب وشاطر. مو هاي هي المشكلة، المطبخ بيلزمه شيف مو لعيب. هلا بتشوفي بلمح البصر رح يجهز الفطور.
لا تغصبي حالك، اتركيها. مو أي حدا فينه يشرب هالشاي، أنا بشربه لأني بحب كونال. ما بظن في حدا بالدنيا بيشرب هالقطر. عن جد مولي، كيف فيكي تشربي هذا الشاي؟ لأنه هاي مو شاي، هاي محبة كونال، ولما تحبيه من كل قلبك تشربيه. لما أشوفك أنتي وكونال برتاح من كل قلبي، علاقتكم أنتوا الاثنين بتجنن. حبيبتي. صباح الخير دكتورة. صباح النور، مرحبا. مفاجأة. ألف مبروك. أهلين. شو عم تعملوا؟ مبروك عليكي كمالينا. كيف اجتمعتوا كلكم هون؟ وكنتوا بالبيت؟ كيف وصلتوا لهون قبلي؟ صراحة اجتمعنا كلياتنا هون لأنه أنتي مولي مالهوترا، زوجة الزوج الفخور كونال مالهوترا. هالسنة كمان حققتي رقم قياسي بأعلى نسبة ولادات ناجحة. بس اللي عملته مانو مهم لهالدرجة. بلا مهم كتير مولي، لولا هيك ليش كلنا عيلتك ورفقاتك وستي تعذبنا واجينا مشان نبارك لك. هاللحظة مهمة كتير إلك حبيبتي، لازم تنطي وتفرحي وتقولي تعو خدوا سيلفي معي. لو سمحتي قطع الجاتو بسرعة وإلا بيخرب. لحظة قبل ما تقطع مولي الجاتو، حابب أقول كلمة بهالمناسبة هاي بكل تواضع. إيه مولي، أنا كنت بعرف إنه مولي رح تصير دكتورة كتير ناجحة، بس ما كنت بتخيل إنه رح تكون ناجحة لهي الدرجة أبدا. أنا كنت بعرف إنها حبيبة مميزة وبتناسبني كمان، بس ما كنت بعرف إنها رح تكون زوجة مثالية وكنة محبوبة ودكتورة ناجحة وزميلة متعاونة كمان. لهيك مبروك مولي على أعلى رقم ولادات ناجحة لهي السنة بالمستشفى، أنا فخور فيكي. بس هالنجاح بالإنجازات والعمليات كلياتها بدها صفقة كبيرة، لهيك خلونا نصفق صفقة كثير كبيرة لهي. شي حلو. شكراً كونال، شكراً. بس كل هالإنجازات اللي حققتها من دعوات تيتا ومحبة ماما وكونال والشاي اللي بيعمله الصبح وتوصيلات الليل روحة ورجعة. حلو. ووقفت رفيقتي معي ومساعدتكم كلكم لإلي، لهيك سفقة. شكرا. يلا قبل ما ينزل السكر عند ستي خلونا نقطع الجاتو بسرعة. يلا جاتو صغير ما بكفي لهيك مناسبة، لازمنا حفلة كبيرة. ايه حفلة. ليش لا؟ اكيد اكيد، بس عطوني شوية وقت. وليش بدك وقت؟ نعمل الحفلة اليوم، هذا وقت الاحتفال. يا جماعة انا بخبركن عن الوقت والمكان. وهلا يا جماعة تفضلوا كلوا الجاتو. يلا تفضلوا. كونال تعا شوي. كونال ليش وافقت على موضوع الحفلة اليوم؟ ما فهمت انت شو قصدك؟ هذا انجاز كبير والحفلة ضرورية. بس يا كونال جو البيت مو مناسب، انت بتعرف وضع نانديني. اذا هي التقت بناس جداد رح تتغير نفسيتها شوي. ما بظن كونال، انا بعرف نانديني كتير منيح. انا بعرف الورطة اللي هي فيها حاليا، شعورها بالذنب لانه هلا تاركي راجديب. قديش هي بتكون موجوعة لانه علاقتها الزوجية انتهت بهي الطريقة، وأكبر قهر إنها خسرت البيبي من كم يوم وهي عم تمر بكل هاد. نحن كيف رح نقدر نحتفل كونال؟ مظبوط. تعرف كونال، أنا مبارح مسكت إيد نانديني كل الليل، أنا نمت بس هي ما نامت ولا لحظة، وبظن إنها ما تقلبت ولا مرة حتى. أكيد كانت قلقانة كتير. كيف بدك تحتفل وهي بهالوضع هاد؟ اسمع كونال، لحد ما ترجع نانديني لطبيعتها
ما فيني أعمل ولا حتى حفلة واحدة. حالياً سعادتها أهم بكتير من سعادتي وحفلاتي كلهم. روقي روقي، شو هالكلام هذا حبيبتي؟ تذكري إنه نحن مع بعض على الحلوة والمرة. هلأ منلغي الحفلة؟ أنا معك بهذا الكلام، رح ضل واقف جنبك ورح نهتم برفيتك نانديني، وبأي قرار أنت بتاخديه رح كون معك. ماشي؟ هاي الحفلة التغت. نيح؟ نرجع؟ اسمعوني 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 كلياتكم لحظة. نحنا بصراحة عنا شوية شغل بالبيت اليوم، ولهيك نحنا مضطرين إنه نأجل الحفلة شوي يعني. لا. بس 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 ما تزعلوا أبداً، رح نخطط لهالحفلة قريباً جداً، وأنا رح حضر لموضوع الأكل وجيبه كله من برا. يعني الحفلة رح تصير بكل الأحوال. حلو. ليش مو اليوم؟ أنا كان قصدي إنه ليش تطلبوا أكل من برا؟ أنا فيني أعمل لكم حفلة مرتبة ببيتكم إذا بتحبوا. لا ناندين، كيف بدك؟ لا مو ممكن. خليني ساويها أنا، بس بدي يسمحوا لي خالتي وستي بهذا الشيء، ومساعدة بسيطة منهم، وأنا بهتم بالباقي. وأصلاً بالنسبة إلي هذا اليوم مهم كتير، ما رح نقدر قيمته إذا ما احتفلنا فيه اليوم. ناندو خلاص، لأنه أصلاً نحنا ما عنا وقت أبداً، وجسمك لسه ضعيف. خلاص ما تشيلي هم يا مولي، وثقي فيني رح أعمل الأكل بأسرع وقت، ورح أخبز الباقي بالفرن. الأكل رح يجهز بسرعة، وأصلاً بيتك كبير وكتير مناسب لنساوي فيه حفلة. بس ناقصنا شموع وأضوية وإيه صح شوية ورد، ورح نعمل أحلى حفلة. فكرة حلوة نانديني، أنت جاهزي كل شيء ونحنا معك. يلا فيك تبلشي. عم بحكي عن جد، فيك تبلشي، وبراميلا رح تعطيكي كل شيء بدك اياه للحفله. لكن يا جماعه اليوم رح نحتفل. انبسطت كثير. شو عملت كونال؟ من شوي قلت لي انك رح تكون معي مشان نداري قصه نانديني. انت ما شفتي عيون نانديني لما كانت عم تحكي عن تنظيم الحفله؟ عيونها كانوا عم يلمعوا. مولي كانت متحمسه كثير. مولي هي رح تعمل هالشي كرمالك، هي مبسوطة إلك من قلبها، خليها تعملها، صدقيني رح تكون مرتاحة ومبسوطة هيك. طيب وبركة توترت من جو الحفلة والعجقة؟ ما رح تتوتر، أنا بضمن لك هالشي، وحدير بالي وراقبها، أنا حشوف وشها هلا وشوف وشها المسا وقت الحفلة. طيب كونال بركي صار شي. مدام مولي مالهوترا، كم سنة صار لك بتعرفيني انتي؟ كتار. ليش؟ انا عندي رقم قياسي بالبنات اللي بيفرحوا على ايدي. شفتي؟ عيد زواجنا باقي له 50 يوم. متذكرة. شو؟ ما في. في حفلة ببيت كونال؟ عم يحتفلوا لأنهم هزموني. أنا لازم أقلب النتيجة بيناتنا وفرجيهم شو يعني واجهوا راج ديب وأهزمهم. سيد ماكيجا أنت رايح؟ ما بعرف، لأنه ما عجبتني العزيمة، ما بتليق بواحد مثلي أبداً. سيد ماكيجا أنت ضروري أنه تروح تحضر الحفلة، غزالتك الشاردة بتكون موجودة هنيك، نانديني راج ديب تاكور. لك شو عم تحكي أنت؟ نانديني ومولي بيكونوا أصدقاء، بيعرفوا بعض من الطفولة. أنا رجلي ما رح تدوس هاي العزيمة أبداً. شلون بدي انسى اللي عملته فيني هالبنت اخر مره؟ انا ما ممكن انسى هالشي بحياتي. انت ما بتعرف ليش الواحد بيحرم حاله من الاكل والشرب وبيصوم؟ مشان بعدين يفطر عوليمه مرتبه. انا بعرف انك عم تفكر بناندينك كتير واخذت لك عقلك هالمره. وهلا سيد ماكيجا بتحب لك الخطه؟ ايه الخطه هي بس هي بتكون مرتك. وهنتني كتير آخر مرة شفتها فيها. هالمرة إذا بتجيب سيرة قدام الكل راح تعمل لي فضيحة كبيرة، وهذا الشي بيأثر على مركزي. هاي المرة جدبة وما بتعرف تحكي أصلاً، ما في عقل، رقبتها معلقة بإيدي.
ما رح تجيك فرصة أحسن لتنتقم. ما لازم يحكي، وإلا ما كنت شفتني قاعد هون مرتاح. ماشي أنا موافق، خلينا نجرب هالخطة هاي. لكن كانت رفيقتك عم تحكي لك عن الأخلاق. هلأ رح نشوف شو رح تحس لما تشوف كرامتك صارت بالأراضي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.